الطابع غير العادي للتجنيد الذي لم يطل سوى أبناء الشعب أدى إلى أسبوع من التمرد في برشلونة سيقمع بشراسة وسيظل في ذاكرة الإسبان تحت نعت الأسبوع المأساوي. ورغم تهيئة القوى بشكل متعاضل ظلت إسبانيا على أبواب الريف طيلة عدة سنوات معاملة السكان بعنف متصاعد كرد فعل على الإهانة التي لحقتها في بلد تحتقر. كان الشعب لا يرغب في الحرب غير أن إسبانيا كانت ترغب في اكتساب حظوة دولية. فمثلا عند حديثي عن المصالح للجميع كان زعيم الحزب الليبرالي الكوندور مانونيس يكتفي بالقول أن إسبانيا ليس لها سوى سياسة خارجية إزاء المغرب. كانت إسبانيا ترغب في استعادة مكانتها كقوة على الساحة الدولية ولم يتحقق ذلك إلا عبر المستعمرات. إنها مرحلة التوسع الاستعماري والإمبريالي. أما فرنسا التي كانت تنتظر منذ مدة الاستيلاء على الجزء الأكبر من المغرب فقد تدخلت في فاس سنة 1911 بمبرر لإنقاذ السلطان المهدد من قبل تمرد شعبي. لقد قام الفرنسيون بإشعال النار بالمغرب من خلال سياستهم التي عملت على نصف الدولة المغربية في بداية القرن العشرين. ولعل من الأمور الغريبة أنه سيطلب من اليوديك إطفاء ذلك الحرق الذي أشعلته بلاده في المغرب. فبينما لم تستطع إسبانيا تجاوز المنطقة التي تحتلها أقدم المقيم العام اليوديك ابتداء من 1912 على احتلال المنطقة المخصصة لفرنسا في إطار ما سمي بعبارة جد مهذبة التهدئة. يعد اليوطي نتاجاً خالصاً للنظام الاستعماري وهو ملكي مقتنع برهن على قدراته في الجزائر وبحكم احترامه للإسلام حظي باحترام الأعيان المحليين وهم عماد النظام. إنه رجل عايش المغرب تعثرا وكان يرغب في المحافظة على هذا المغرب وتفادي برحة أوروبا حسب تعبيره. نعم برحة أوروبا وهي عبارة قوية أليس كذلك؟ وحين يتحدث عن المعبرين كان ينعتهم بلفظ من اختراعه وهو الأشخاص الأفضل الذين يجهزون كل شيء عن الأهل. وإن كان أحيانا ينعت المغاربة بالأنجان وهي اللفظة التي كانت متداولة آنذاك. أحيانا يبدو وكأنه غير بعيد عن تجاوز الحاجز الاستعماري غير أنه لم يفعل ذلك تماما. وقد أدرك المغاربة ذلك جيدا حيث وقع صراع بين المغاربة